وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تفضل. حالك استاذ وليد؟ والله بخير حال حضرتك، سني ولا لسه ماشي؟ يا شيعي امام اثنا عشري، بس للاسف انه انت سمحت بانسان يكذب في بثك، مع الاسف والله. هذا اللي يقول انه الشيعه يلبسون ملابس الاحرام، لا تقطع عليه الاتصال ارجوك استاذ وليد. اللي يقول الشيعه يلبسون لبس الاحرام ويحجون بالامام الحسين عليه السلام، هذا عاقل ثوابها 40 حجه. اثنين، انت تعرف شنو كلمه الحج؟ تعرف اذا كلمه الحج وجدت في الجمل في الاحد؟ الحج للامام الحسين معناته هو القصد لزياره الامام الحسين عليه السلام. فلن يا يكتب استاذ، هذا يا عليك. استاذ، اولا الراجل ما كذبش. ثانيا لا لا اسمعني بس، حضرتك اسمعني، انت خلصت اللي عندك، انا بقى سيبني انا اتكلم. انا اولا انا عايز بس اعرف، هو جبل عرفه موجوده في السعوديه ولا موجوده في العراق؟ لا، موجوده في المملكه العربيه السعوديه. جميل قوي. من الذي يحدد يوم عرفه؟ من الذي يحدد يوم عرفه؟ السيد سماحه السيد علي السيستاني الله يحفظه. جميل قوي، يعني انتوا دلوقتي خليتنا عندنا يومين عرفه، يوم في السعوديه ويوم في العراق. احنا الاصح يا باشا، الشيعه الاصح. لا لا لا، بص اقول لحضرتك حاجه، ما في حاجه اسمها ان احنا الاصح وانتوا الاصح والكلام ده كله، تمام؟ طالما ان جبل عرفات ويوم عرفه في السعوديه، فمن المفترض حتى لو هناك اي خطأ تتحمله السعوديه ولا تتحمله اهل العراق ولا السيستاني ولا غير السيستاني والكلام ده كله، تمام؟ والكلام ده اصلا لم تثبتوا في يوم من الايام انهم اخطاء، ولله الحمد، في مساله عرفه وغير عرفه. اما الكلام اللي بيدور على الانترنت وليس له حقيقه ومواقف مفبركه، اسمعني بس استاذ يا استاذ، وليد، مواقف استاذ مفبركه، وليد، اسمعني بس، اسمعني، الله يسمع، الله يبارك في عمرك يا رب، اسمعني، تمام؟ دلوقتي المسلمين كلهم من انحاء العالم كلها، اللي جاي من بريطانيا واللي جاي من السويد واللي جاي من هولولولو واللي جاي من الامريكتين واللي جاي من هنا، بيلتزموا بعرفه من؟ سؤال، بيلتزموا بفتوى من؟ ها؟ كل انسان الى مرجع. يا استاذ باشا سيبك من المرجع والبطيخ دلوقتي، بيلتزم بفتوى من؟ لا لا شويه الفاضل يا استاذ، دلوقتي الفاضل. واحد جاي من امريكا، اسمعني بس، دلوقتي واحد جاي من امريكا، هل من المفترض دلوقتي ان هو يشوف الهلال بتاع، اسمعني، لا حول ولا قوه الا بالله، يا استاذ افهمني، ما هو مشكلتكم ان انتم مش عايزين تفهموا. الان واحد جاي من امريكا، جاي من امريكا وذهب الى السعوديه اللي فيها وقفه عرفه، اللي فيها جبل عرفه، هل هو مطالب الان ان هو يشوف الرؤيه، رؤيه الهلال من امريكا؟ كمل. لا انا بسالك سؤال، هل مطالب انه يقرا الهلال من امريكا ولا يشوفه من السعوديه؟ انت تفهم ايش ده اقصد اني لو ده يا استاذ، لو سمحت انت انا تفهم بكلمك ايش اقصد دلوقتي ولا. على ان الجبل موجود في السعوديه، لو سمحت، لو الامام الحسين عليه السلام، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لو سمحت، لو سمحت، لا حول ولا قوه الا بالله، الجبل موجود في السعوديه، ما انت لما تلزم الشيعي وتحطه في الجحر او تحطه في الركن وما يستطيع الاجابه، يفضل يلف ويدور. الآن أنا سألتك دلوقتي، واحد جاي من القطب الشمالي، شوية ألفاظك بس، واحد شوية ألفاظك، اسمعني، واحد جاي من القطب الشمالي، واحد جاي من القطب الشمالي، واحد جاي من أمريكا، سيبك من الألفاظ ده، واحد جاي من القطب الشمالي، واحد جاي من أمريكا الآن، هل هو الذي يرى الهلال في أمريكا أو من المفترض أن هو يراه في السعودية؟ أنا ما عندي معلومات على هذا الشيء، اللي يرى الهلال. تعالى ما تتكلم عن جهل بعد كده، ما تتنرفز عن جهل. أنت تعرف الفتوى بتاعتك دي يعني معناها اللي جاي من أمريكا يشوف الهلال في أمريكا، ويقف بقى ليه وقفة لوحده، واللي جاي من المغرب واللي جاي من موريتانيا يشوف بقى الهلال في المغرب، يعني يبقى ممكن بعد كده المغاربة يصلوا بعد عرفات بيومين. يعني آسف، يعني يقفوا عرفات بعديها بيومين. يعني اهل السعوديه واللي متابعين السعوديه يقفوا على جبل عرفات، وبعديها يومين ان شاء الله اهل المغرب يبقى يشوفوها ويبقوا يعملوا لهم عرفه جديده، وكل دوله تعمل لها عرفه جديد.
والله ممكن ولا تلاقيه فاهم كلامي اصلا، ربنا يهدي والله يفهم. ما هو جبل واحد، الجبل ده موجود فين؟ موجود في السعودية، الجبل موجود في السعودية، فمن أولى الناس برؤية الهلال؟ السعوديين، أهل مكة أدرى بشعابها. فلو هنسيب رؤية الهلال لكل دولة زي رمضان، يبقى كل واحد هيبقى ليه وقفة عرفة، أهل المغرب هيبقى ليهم وقفة عرفة، أهل أمريكا ليهم وقفة عرفة، كل واحد ليه وقفة عرفة. كلام عقلاني اللي أنا بقوله ولا كلام مجانين؟ ربنا يهدي والله.